العد التنازلي لانطلاق كأس العالم فيفا قطر 2022، أول كأس كانت حلم، كانت خيال، ما حدا متخيل أنه ممكن بلد عربي في جو كان شوية طقس، لكن تم تغيير الموعد أيضا إلى الجو الحلو، وأنه يستضيف كأس عالم حتى تظفر بأنك دولة يسند إليها ملف تنظيم المونديال. هناك دفتر شروط يتضمن التزام بدعم حكومي وخطط لبنى تحتية وملاعب تكون جاهزة ضمن سقف زمني متفق عليه. يعني هذيك مرة كان مثلا في البرازيل صارت مشاكل في أكثر من دولة في جنوب إفريقيا، مثلا ملف الأمن، ملف المنشآت. مونديال قطر 2022 حيدخل كتاب جينيس للأرقام القياسية. حنتابع حيدر وتار بالأول. بتنظيم كأس عالم 2022 قطر، قطر تفوز، قطر تفوز. الملاعب والتنقل والاتصالات كانت عمادا لملف قطر لاستضافة المونديال، سبقت حتى اللحظة التاريخية التي اختيرت فيها قطر لتنظيم أهم تظاهرة رياضية في العالم. ملف الملاعب ضم عند تقديمه للاتحاد الدولي في يناير من العام 2009 ضم 12 ملعبا. في مارس من العام 2010 تم الكشف عن أول 5 ملاعب سوف تستضيف المونديال. أفكار تصميم الملاعب استوحيت لتعكس الأرث الرفاهية، سهولة التنقل من وإلى الملاعب والاستدامة. كان من بين تلك الملاعب الخمسة ملعب البيت في مدينة الخور، والذي يتسع إلى 60,000 متفرج، الملعب الذي يعتبر ملعبا مغلقا مكيفا، وهو المستوحى تصميمه من الخيمة العربية. في مارس من العام 2015 أعلن الاتحاد الدولي إقامة المونديال في نوفمبر، وأن 18 من ديسمبر سيكون موعد المباراة النهائية. 7 من أصل 8 ملاعب تم افتتاحها رسميا، بينما سيتم الافتتاح الرسمي لملعب لوسيل العام المقبل، علما أن تشييده قد انتهى العمل به. للمرة الأولى في تاريخ المونديال سيكون بوسع المتفرج أن يحضر أكثر من مباراة تجري في يوم واحد من داخل الملاعب. قطر حولت تحدي المساحة إلى فرصة ذهبية لتحقيق هذا السبق. ولضمان الانتقال السلس بين الملاعب تم تشييد وسائل النقل العامة التي ستساهم في تحويل الدوحة كأي واحة تستقطب رؤوس الأموال وصانعي النجاح في عالمنا المتجدد. منذ أكثر من 10 أعوام اعتدنا على رؤية تصاميم ملاعب مونديال 2022، كانت عبارة عن ماكتات من ورق مقوى وتصاميم ملونة لمجسمات افتراضية. اليوم تحولت الأحلام إلى واقع، حتى يحسب المرء لو قرر العالم إقامة المونديال اليوم سيقول أهل قطر أهلا وسهلا على الرحب والسعة. حيدر الوتار، صدى الملاعب.